الصلة الأرمنية يكفي أربعة أشخاص المقادير 400 جرام ملفوف مفروم إلى شرائح ناعمة ثلاث جزرات مبشورة الصلصة ملعقة صغيرة دبس الفليفلة خمس ملاعق طعام عصير ليمون خمس ملاعق طعام زيت زيتون ملعقة صغيرة نعناع جاف ملح حسب الرغبة طريقة التحضير نضع الملفوف والجزر في وعاء تقديم كبير نمزج كل مكونات الصلصه في وعاء صغير ونصبها فوق الملفوف والجزر نقلب المكونات جيدا لتندمج معا لمزيد من الوصفات زوروا موقع www.basmati.com